واحد بيقول هل عمليات التجميل حرام او اعتراض على ارادة الله مثل زراعة الشعر؟ يزرع شعر ده اول مرة عشان يزرع شعر. ما نقدرش نقول عمليات التجميل حرام، والا يبقى وقوفك قصاد المراية وتوظيفك لنفسك حرام، والمكياج اللي تعمله البنت حرام، ومش هنخلص من كلمة التجميل دي. ما هقول لكم على حاجة، في قصة استير القديسة استير اللي لها سفر في الكتاب المقدس اسمه سفر استير، وتزوجها الحاكم بتاع البلد نقعوها في الاطياب 6 أشهر، ينقعوها تقعد طول النهار منقوعة، تيجي بالليل تنام وتصبح الصبح تتنقع تاني. ده مش تجميل. او اللي زي دي يشموا ريحتها من على بعد مسافة طويلة جدا. انا فاكر لما بعمل الحنوط لدير من الاديرة وتبقى ايدي جوه اطياب وحنوط، مهما غسلتها بيقعد فيها الريحة بتاعتها مدة. ولما كنت بعمل البخور المعطر، يجيبوا الحسب اللي هو زي بودرة ويحط عليها اطياب كتيرة جدا، كان مهما غسلت ايدي يفضل فيها ريحة دي. امال دي اللي بتتنقع في الاطياب 6 أشهر، لان في الشكل شك وهي ماشية في القصر الملك بيشم رفتة بس. عملية تكميل، والقديسة من القديسات وربنا استجاب ليها لما صامت من اجل الشعب كله. لما احنا نحبكها قوي ده الناس يتعبوا من الدين نفسه، يقول لك كله حرام حرام حرام، يتعبوا. فانتوا يعني سهلوها شويه، مش يعني تحليل الحرام لا، لكن سهلوها، مش كله حرام. لنفس السيد المسيح قال للرسل: عندي كلام لا اقوله لكم ولكنكم لا تحتملون الان، يبقى بلاش دلوقتي. وأول مجمع للآباء الرسل في أورشليم من أجل قبول الأمم قالوا: لا نثقل على الداخلين في الإيمان من الأمم، يكفيهم الامتناع عن الزنا والمخنوق والدم والحاجات. كان يقدروا يقولوا لهم وصايا كتير، لكن قالوا: لا نثقل على الداخلين في الإيمان من الأمم. فبلاش كل حاجة تقولوها للتجميل. طب الواحد وقف قصاد مرايا دي تبقى وقف قصاد مرايا عشان يتجمل يطمئن على نفسه؟ يا جماعة ما تتقلوش الدين، خليه كده في حدود قدرة الناس، بلاش الحاجة الصعبة.